الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع البسيط القصير تعظيم الأرباح باستخدام دالة كوب دوغلاس في الإنتاج، أو ما يسمى Profit Maximization Using Cobb Douglas Production Function. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي الطلبة، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض وجود دالة الإنتاج الآتية عندنا أن Q تساوي 2 في L للقوة نصف في K للقوة نصف. الآن Q كمية الإنتاج، و L هي كمية العمال المستخدمة في الإنتاج، و K هي كمية رأس المال المستخدم في الإنتاج. وأنا أكرر، حيث ترمز Q إلى كمية الإنتاج، و L إلى كمية العمالة، و K إلى كمية رأس المال. بقسمة الطرفين، الآن طرفي الدالة Q، هذا الطرف الأيسر والطرف الأيمن، بقسمة الطرفين على 2 نحصل على ما يلي. الآن Q مقسم على 2 تساوي، تروح 2 الآن يعني تنشطب، فتصبح الآن لدي على الطرف الأيمن L القوة نصف في K القوة نصف. الآن بتربيع طرفي المعادلة، الآن نربع الطرف الأيسر والطرف الأيمن تباعا، فكون نتيجة Q تربيع الكمية مربع الكمية المنتجة مقسم على 4 تساوي كمية رأس العمالة مضروبة في كمية رأس المال. يعني عندما نربع هذا الجذر التربيعي الى ال او ال القوه نصف، تصبح الان عندما نربح تصبح ال القوه واحد، وهذه الان تصبح كي القوه واحد. نتابع القسمه على كي، لان قسمنا طرفي الان النتيجه هاي على كي، نحصل على الان كيو تربيع اللي هي مربع كميه الانتاج مقسم على 4 كي، 4 في كميه راس المال تساوي ال. اذا الان ال عرفناها بدلاله الكميه المنتجه اللي هي مربع كميه المنتجه، وكي اللي هو كمية رأس المال. نتابع آخر نتيجة كانت اللي هو L تساوي Q تربيع على 4K، أو Q تربيع على 4 مقسم على 4K يساوي L. نقوم الآن بتوصيف كلفة الإنتاج، دالة كلفة الإنتاج بناء على كمية مدخلات الإنتاج الـ L والـ K اللي هي كمية العمالة وكمية رأس المال، وأسعار المدخلات اللي هو معدل الأجور وكلفة رأس المال كما يأتي. الآن هذا Total Cost، الكلفة الكلية تساوي W في مضروبة في L زائد R في K، حيث طبعا الآن هنا الكلفة الكلية Total Cost تساوي معدل الأجور في عدد العمال زائد كلفة رأس المال في كمية رأس المال. هنا تكرار، هي ترمز TC إلى التكاليف الكلية أو الكلفة الكلية، و W إلى معدل أجور العمالة، و R إلى كلفة رأس المال. نقوم بالتعويض الآن مكان L، هذه الـ L الآن تساوي Q تربيع مقسم على 4K، Q تربيع مقسم على 4K هنا كما يأتي. Total Cost يساوي W مضروب في L، لكن L الآن نستعيض عنها بهذه الكمية، هذه الكمية. إذن W مضروب في Q تربيع على 4K زائد RK، هذه هي L عوضنا عنها بهذه الكمية. أما الإيرادات الكلية اللي هي Total Revenue TR، Total Revenue، فنحصل عليها من ضرب سعر المنتج لو سعر كل وحدة من وحدات السلعة المنتجة P مضروبة في الكمية، P في Q بعطينا Total Revenue فعلا، أي أن الآن Total Revenue هذه الإيرادات الكلية تساوي السعر ضرب الكمية، سعر كل وحدة من الكمية ضرب عدد الكمية يعني حجم الكمية، إذن P في Q. نتابع. أما الأرباح Pi فهي الفرق بين الإيرادات الكلية TR Total Revenue والكلفة الكلية TC اللي هي الكلفة Total Cost، وباي الآن تساوي TR ماينس أو سالب TC، الأرباح تساوي الفرق بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية. الآن نريد أن نعظم الأرباح، فالآن باي بعد ما عوضنا عن التوتال ريفينيو بكمية الكمية المنتجة ضرب سعر كل واحدة منها فبي في كيو سالب، بدل التوتال كوست وضعنا الآن اللي يعني الكمية التي قمنا باشتقاقها قبل قليل هي W في Q تربيع مقسم على 4K زائد RK. الآن نقوم باشتقاق الفورس ما يسمى شرط الترتيب الأول هو First Order Condition FOC في تعظيم الأرباح، يتطلب ما يأتي. الآن FOC يسائل اللي هو المشتقة الجزئية الأولى للأرباح بالنسبة للكمية، مشتقها مرة واحدة فقط لا غير، وتساوي بالحالة هاي مشتقتها بالنسبة لـ Q تساوي P سالب الآن مشتقة هذه 2Q، ف2 بنزل تنضرب بـ W، Q تبقى للقوة واحد صحيح مقسم على 4K يساوي صفر، يعني طبعا هذه تذهب صفرا،
فالشرط الأول يعني المشتقة بنسويها بالصفر حتى نشوف أعظم يعني أعظم قيمة أو بسموه الكريتيكال فاليو. الآن هذه يعني P الآن أصبحت معرفة بدلالة W Q و K. لو نقلنا كل شيء إلى الطرف الأيمن فتصبح كما يلي، أي أن الآن P star اللي هو السعر في الحالة الفضلة Optimum Price يساوي 2 W Q على مقسم على 4 K وتساوي W Q مقسم على 2 K. إذن P star هنا تساوي W Q مقسم على 2 K. الآن نستطيع أن نمثل ذلك بيانيا كما يأتي. على المحور الأفقي الكميات المنتجة، على المحور العمري في عندي أكثر متغير، في عندي السعر اللي هو بيساوي المارجن ريفينيو في السوق التنافسية والمارجن كوست. فبكون طبعا المارجن ريفينيو والسعر خط مستقيم أفقي هذا هو، والمارجن كوست متصاعد بكون يعني هابط بالأول ثم يأخذ بالتصاعد التدريجي. عندما يلتقي المارجن ريفينيو والمارجن كوست بكون هذه الكمية الواجب إنتاجها من قبل المنشاة حتى تعظم أرباحها. فهذا المارجن كوست الآن هذه الكمية كيو ستار، وهذا السعر الذي قمنا باشتقاقه اللي هو P star تساوي 2 W Q مقسم على 4 K وتساوي W Q مقسم على 2 K. نتابع حتى نشتق الآن الكمية الفضلة Optimum Quantity التي يعني تعمل على تعظيم أرباح المنشأة. كم يجب على المنشأة أن تنتج حتى تعظم أرباحها؟ هذه آخر نتيجة P star تساوي 2 W Q على 4 K تساوي اللي هي W Q مقسم على 2 K. بضرب طرفي المعادلة ب 2 ضربنا الآن هذه الكمية ضربناها أفقيا، يعني ضرب تبادلي، هذه وهذه الآن مضروبة بواحد لأن P star مقسمة واحد صحيح، فQ W Q مضروب في واحد تساوي 2 K مضروب في P كما يلي. الآن 2 K مضروب في P star تساوي W Q. إذن الآن بالقسمة على W حتى نتخلص منها يبقى لدينا Q star تساوي 2 K في الأوبتيمم برايس أو السعر الأفضل، أفضل سعر يمكن أن تقوم المنشأة بفرضه كسعر على السلعة التي تنتجها مقسم على W. وبالآن يمكن لنا أن نختصر ذلك بالرسم البياني الآتي: Q على المحور الأفقي، الشيء نفسه على المحور العمودي اللي هو برايس المارجن ريفينيو المارجن كوست السعر والإيراد الحدي والكلفة الحدية. كذلك الأمر كما بينا قبل قليل أنه خط مستقيم بالسوق التنافسي هذا المارجن كوست. حددنا الآن الكمية Q star وحددنا السعر، السعر كما ذكرنا قبل قليل هو هذا P star تساوي W Q على 2 K هذا نفس الشيء. أما الكمية الفضلة فهي 2 K في P star مقسم على W اللي هي تساوي الكمية الفضلة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت في الفائدة لكم المرجوحة أحبة الطلبة والمتابعين هذه القناة حيثما كنتم، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.